طيب خلينا يعني نرحب بدكتور منار غانم، هي عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار بونجور، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بيكي، ومعلش هنطول بقى معاكي، هنبدا بدرجات الحراره طبعا، ويمكن يعني مقارنه النهارده بامبارح، لا النهارده في انخفاض الى حد ما، امبارح مثلا كان 30 تقريبا، لا كان 21 19، كان كام يا كريم؟ 30 21 كان 30 كان 30 21 النهارده 29 20، ففي انخفاض الى حد ما ملحوظ، ويقال وطبعا حضرتك هتصلحي لنا هذه المعلومة أو تأكديها، إن الأسبوع ده إن شاء الله هيكون بيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ربما يصل لسقوط أمطار كمان، هل الكلام ده مظبوط يا دكتور؟ اتفضلي. بالفعل احنا بنشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بتأثر طبعا على درجات الحرارة، درجات الحرارة انخفضت عن الأيام الماضية، بالإضافة كمان وجود السحب المنخفضة والمتوسطة بيحجب جزء من أشعة الشمس وبيحد من تأثير أشعة الشمس، فبيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وعدم كمان الإحساس بوجود نسب رطوبة في الجو، فبالتالي متوسط درجات الحرارة لنهاية هذا الأسبوع ما بين 29 و 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. حلو. خلال فترات النهار، خلال فترات الليل ما بين 21 و 22 درجة مئوية، يعني انخفاض كمان ملحوظ خلال فترات الليل. أجواء فترة النهار أجواء معتدلة الحرارة على أغلب المناطق الشمالية مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية. خلال فترات الليل أجواء لطيفة، أول ساعات الليل مائلة للبرودة، خلاص البرودة هنحس بيها فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. كويس. بالإضافة كمان فرص الأمطار لنهاية الأسبوع هتكون أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أمطار خفيفة يعني هتأثر في بعض المناطق والمناطق الثانية لا، لكن بصفة عامة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. كويس. لكن متوقع من يوم السبت يكون في حالة من التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الحالة دي هتأثر على شمال البلاد، السواحل الشمالية الوجه البحري، قد تمتد كمان للقاهرة الكبرى، هتبدأ من مساء يوم السبت وتستمر معانا يوم الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله، هيكون فيها فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، يعني كمياتها هتختلف من محافظة لمحافظة، هيكون معاها انخفاض في درجات الحرارة، يعني العظمى على القاهرة الكبرى متوقع توصل ل 26 درجة مئوية، انخفاض كمان في درجات الحرارة فترات النهار، وهيكون معاها كمان نشاط سياح، فهي حالة من التقلبات الجوية، لكن تفاصيل الحالة بالضبط كميات الأمطار يعني ممكن مع غدا أو بعد غدا، لأن الخليج دايما معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وارد يحصل تغيرات دايما في الحالة الجوية، لكن كميات الأمطار هتبقى بشكل كبير على المناطق الساحلية، ممكن توصل لأمطار متوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وهتمتد كمان لمحافظات الوجه البحري. ده كلام والله العظيم محترم. يعني على كل حال، طيب كده احنا اطمننا على الطقس عشان برضو الناس تبقى عارفة وتخلي بالها، لو اي حد عنده مثلا ايفنت، خطوبة، فرح، الناس تبقى عارفة تحديدا يوم السبت هيبقى فيه انخفاض يعني الى حد ما ملحوظ اكتر. طيب احنا كنا بنتكلم يا دكتور منار عن فكرة هنا تغيير المناخ طبعا، واحنا عندنا مؤتمر في غاية الأهمية ان شاء الله الشهر القادم، والعالم كله عنده هذا الملف، ملف شائك، لان زي ما كنا بنتكلم هو يعني بيهدد امن العالم، مش امن منطقة معينة، امن العالم ككل. طيب احنا اتكلمنا في الاسباب قبل كده، بس لو حضرتك تحبي برضو نستفيد معاكي فيها، بس انا يهمني بقى احنا خلاص عرضنا المشكلة، ايه هي اساليب الحد من هذه الظاهرة اللي ممكن نقول في مقدورتنا او في مقدورة حتى الدول النامية ان هي تنفذها؟ طبعا منها انا عارفة مثلا اعتماد على الطاقة المتجددة، الغابات تكون اكبر بكتير، لكن برضو خلينا نعرف من حضرتك عشان لو حضرتك يعني لديك من المعلومات اللي يفيدنا علشان نقدر ان احنا نوصل المعلومة كمان للسادة المشاهدين. اتفضلي. خلينا نقول ان السبب الاساسي كلنا عارفينه هو زيادة الغازات الكربونية او غازات الاحتباس الحراري، فزياده الغازات دي هي اللي بتاثر في التغيرات المناخيه ومنظومه التوزيعات الضغطيه، وهي السبب الاساسي في طبعا التغيرات المناخيه. العامل البشري ليه دور مهم جدا، الدول الناميه ودول افريقيا تاثيرها في الانبعاثات دي قليل جدا، اغلب الدول الصناعيه الكبرى وامريكا ودول الاتحاد الاوروبي هي اللي بتشارك بنسبه كبيره جدا في نسبه انبعاث الغازات دي، فهو لازم الدول دي تحد من الانبعاثات دي، لازم تقلل استخدامها للوقود الاحفوري. و انا 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 اسف لمقاطعتك يا دكتوره، بس في نفس النقطه دي في نفس السياق بس عشان الكلام ما يروحش مننا، احدى هذه الدول الاوروبيه الكبرى وهي واحده من اقوى اقتصاديات العالم او اقتصادات العالم
كانت صرحت في وقت سابق ان هي هتمتنع تماما عن استخدام الفحم تحديدا، ولكن بعد ازمه الطاقه اللي طبعا ناتجه عن الحرب الروسيه الاوكرانيه رجعت وصرحت وقالت ان هي مضطره ترجع تستخدم الفحم مره ثانيه. فالى اي درجه القرارات اللي بتطلع من اي مؤتمرات معنيه بتغير المناخ هي فعلا قرارات او توصيات ملزمه للدول المتسببه او المشاركه في احداث هذا التغير المناخي؟ هي الفكره ان لازم ننتقل بقى من فكره ان احنا بنطلع قرارات وتوصيات لازم ننفذ، لازم ننفذ القرارات والتوصيات اللي بتطلع لكل الدول. خلينا نقول ان هم محورين اثنين مهمين في التعامل مع ملف التغيرات المناخيه، هو اول حاجه تقليل الانبعاثات، ثاني حاجه التكيف مع التغيرات المناخيه، لان احنا حتى لو قللنا الانبعاثات والدول دي قللت الانبعاثات ده هياخد معانا مدى طويل، هيبقى متاثر بالتغيرات المناخيه، لازم الاول نتكيف مع التغيرات المناخيه. ويمكن مؤتمرات المناخ معظمها بتدعم بمليارات الجنيهات او مليارات الدولارات الدول الناميه اللي بتتاثر بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه وهي مش مؤثره في منظومه التغيرات المناخيه، فاحنا لازم الدعم الكبير جدا للدول الناميه والدول الافريقيه، لازم ندعم البنيه التحتيه وتغيير البنيه التحتيه عشان نتكيف مع التغيرات المناخيه وظواهر الطقس الجامحه او العنيفه. لازم زي ما احنا قلنا طبعا بعض الدول تتجه للاقتصاد الاخضر والطاقه النظيفه وطاقه الرياح، يمكن هنا في جمهوريه مصر العربيه بدات تتكيف مع التغيرات المناخيه بعده مشاريع كبرى زي طبعا تحول الاقتصاد الاخضر، استخدام الطاقه النظيفه، رب قطاع النقل زي مشروع المونوريل، هي عده مشاريع. بس زي ما قلنا في الاول يعني المؤثر الكبير والاساسي هو الدول الاوروبيه، هي اللي لازم تقلل الانبعاثات، لازم نوصل لزيرو يعني انبعاث، نقلل من الاحترار من ارتفاع درجه حراره سطح الارض عشان نبدا نتعامل ونبدا يعني نحاول نواجه شويه التغيرات المناخيه. وزي ما قلنا التكيف مع التغيرات المناخيه بدعم منظومه الانذار المبكر اللي دايما هتنبأ لنا بوجود ظواهر الطقس العنيفه، لان زي ما حضرتك قلتي في الاول التغيرات المناخيه هي مش بتاثر على جانب واحد درجات الحراره او حاله الطقس، هي بتاثر على كل جوانب الحياه بالزبط. فعلا بتهدد امن المواطن. على كل حال ملف يعني اكيد مش هينتهي من يوم وليله، لازم هياخد شغل وبقاله سنين يعني، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في قرارات ملزمه للعالم كله يعني يتم من خلالها فعلا تقليل النتائج اللي بتصدر من فكره هنا تغيير المناخ. نتمنى ذلك علشان امننا كلنا يعني، ما تستمرينا كده كمان 100 سنه كمان ما اعتقدش يعني كوكب الارض هيبقى عليه حياه. اشكرك جدا دكتور منار على هذه المداخله. وبالنسبه لبس النقطه انت اتكلمت فيها كريمه، هي فكره الاتفاقيات الدوليه لان احنا درسناها في الكليه عندي، يعني بيبقى في طبعا اتفاقيات دوليه لما يتم الامضاء عليها او خلاص انت مضيت وعملت الاتفاقيه دي بتبقى ملزم بيها بشكل رسمي، ولكن بيبقى في بعض الاتفاقيات اللي ممكن ان انت تخرقها لو حصل حاجات زي مثلا اسباب القاهره اللي هي يعني ظروف قاهره منها الحروب، يعني يندرج تحتها الحروب والظواهر الطبيعيه منها البركان والزلازل والحاجات اللي زي كده، ساعتها ممكن الدوله اللي هي ماضيه على الاتفاقيه الدوليه ان هي لا تلتزم بهذه الاتفاقيه وفقا لحاجات زي كده ومنها الحروب اللي بنمر بيها يعني. بس ده ما منعش ان احنا ده ما منعش ان الموضوع قائم. أنا اللي عايز أقوله لك إن دلوقتي بقى في حاجة إنجاز التعبير، يعني إنجاز إن أنا أستخدم المسمى ده، بقى في بجاحة سياسية، بقت في دول ودول عظمى بتتكلم في أمور يعني المفروض تكون هي يعني أول الناس اللي حريصة على تنفيذها، وهي بتتكلم في إن هي مش هتنفذها ووش كده، يعني بقت يعني لأن الدول دي مش هتعرف تفرض عليها عقوبات دولية، هي دي بقى لأن مشكلة. هي دول كبرى. عشان كده أنا كنت بسأل هل التوصيات دي فعلا ملزمة ولا هي حبر على ورق؟ نتمنى يكون في فعلا تغيير في قمة المناخ اللي جاية، يكون في قرارات ملزمة أكتر من كده، أمور تلتزم بها الدول الصناعية الكبرى تجاه فكرة هنا الحد من تغيير مناخ، لأن لا يمكن تقضي على تغيير المناخ، يعني كارثة زي دي مش هنقضي عليها لكن الحد من يعني تأثيرها.